هذا الكم الكبير من الدمار يخبرنا أكثر من 1000 كلمة عن ما كان يحدث في هذه المنطقة في شهر فبراير من هذا العام، عام 2024، وبعد عام وأكثر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهادات أخرى تتكشف شيئا فشيئا عن مجازر وجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة. نتحدث الآن عن منطقة خان يونس، وهذه المنطقة التي شهدت توغلا بريا وتواجد لقوات الاحتلال. ماذا سيخبرنا المواطنون الذين كانوا شهداء وشاهدين على هذه الجرائم؟ تفاصيل أكثر من العام. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. كانوا اليهود موجودين في هذه المنطقة؟ أنت موجودين. من الأشخاص اللي ضلوا لآخر ناس لعند ما طلعتوا. مزبوط. إيش اللي صار بالضبط؟ والله أنا كنت في البيت، استشهد واحد عندنا على القرنهان، اطلق نار بالقناصة من تحت، بعدين شردت على المدرسة، أنا مرت أولادي ورجعت، بعدين كشيت ورجعت تاني على المدرسة ومرت أولادي. استشهد هنا شاب قدامكم؟ استشهد. أنت شفته؟ أنا شفته. إيش اللي صار بالضبط معاه؟ والله هو مارق طريق، بقول فيه إخلاء، بقول فيه إخلاء لمشروع الحي، لما قال فيه إخلاء لا هو ايش بقول فيه إخلاء، والله ما مرق لعند القنها، اجى طلق طايش من تحت قناص، الله اعلم، استشهد قدامنا. كنت بتحكي معاه قبل بثواني وبعدها على طول استشهد قدامك؟ استشهد قدامه. ايش صار بعدين؟ بقول لك شردنا على المدرسه، احنا خفنا وشردنا على المدرسه، ثاني يوم اقتحموا الدبابات المنطقه هذه وقعدنا بيجي شهر في المدرسة. شهر والدبابات موجودة؟ احنا شهر والدبابات بوصلوا الهلال، خلصوا من منطقتنا شوي، وبعدين راحوا على الهلال. بعد الهلال راحوا على بلوك جي، بعد بلوك جي راحوا على المستشفى ناصر، واخر شيء اجوا على الحي، لما الحي العرشية خشوا علينا في المدرسة. قبل انتوا ضلتوا شهر والدبابات موجودة، كيف كان هذا الشهر؟ شو كنتوا تسمعوا؟ شو كنتوا تشوفوا؟ اسمع، خبط، قذائف، دبابات رايحة جايات، ضرب، تتهزز فينا المدرسة، هذا هي. بعدين فاتوا عندكم على المدرسة؟ بعدين أجوا فاتوا علينا على المدرسة، قال إحنا جيش الدفاع، وزعقوا على واحد وزعقوا على واحد، قالوا حضروا حالكم، خشوا علينا بالباب، خلعوا الباب بالجرافة، طلعونا من المدرسة، جابونا هنا في المنطقة هذه اللي تحت في الجرة، وحققوا معنا واخذوا اللي بدهم اياه وروحوا اللي بدهم اياه. كيف طلعتوا من المدرسة؟ بأي حال؟ وكيف كان الوضع؟ كيف الوضع كان الوضع؟ سيء، سيء جدا. الوضع سيء على الاخر كان. طلعوكم من المدرسة بالإجبار يعني؟ بالإجبار طلعونا، وطلعونا عن طريق الحلبات. يعني؟ اللي بدهم اياه اخذوه، اللي بدهم اياه روحوا. كيف تعاملوا معاكم؟ تعاملوا معنا تحقيقات. خنزلونا تحت، والتحقيقات اللي بدهم اياه اخذوه، اللي بدهم شيء روحوا. كل هذا كان في هذه المنطقه، في هذا الشارع تحديدا، والشارع هذا، هذه الجوره هنا في المنطقه هذه. طيب ممكن ترافقنا تحكي لنا اكثر كيف كان الوضع؟ شو بتكونوا حاسين لما بكونوا في مكان دبابات الاحتلال بتحيط بكم من كل جانب؟ كيف كان الشعور؟ كيف كان الوضع؟ والله الاولاد كانوا خايفين، انا كنت اهون عليهم، اقول لهم لا يا باب همشوا، يمرقوا من هذه الدبابات، وضربوا الجامع عنا واحنا في المدرسه، جامع حسن بنا ضربوه واحنا هذا المسجد كان ملاصق للمدرسه، لا جنب المدرسه، بس ضربوه واحنا في المدرسه، وهدوا العمدان وخشوا هنا، دمروا جيراننا والدور اللي تحت. كيف بكون، هل كنت حاسس انه الواحد ممكن يطلع بخير بعد كل اللي شفتوه؟ لا والله اعلم، ما كناش نضمن حالنا نعيش والله نموت، خوف كان ورعب وهذا. كان الله في عونكم، الله يعطيك العافيه. سنتابع واياكم مشاهدينا الكرام رصد هذه الشهادات التي يعني مر بها الاهالي هنا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايش تحكي لنا عن الحدث اللي صار في هذا المكان؟ والله احنا كنا في المدرسه وقدمت الدبابات يعني عند الكتيبه، نص الكتيبه، وكان في شاب يعني جاي من هناك من اول الشارع، هين طخت الدبابه من كثر يعني طلق، راسه طارت من جسمه. شفته انت؟ كنا هين يعني انا واخواتي الصغار، يعني راسه يعني، فاحنا جينا من المدرسه اجينا هنا شفناه هيك مستشهد، والكلاب والبسس بكلوا فيه من رقبته، كنا تشوفيه. احنا شفنا هذا المنظر على طول، يعني جبنا اخذنا وشردنا على المدرسه، ضلنا في المدرسه يومين ثلاثة هيك، يعني ضلينا، ضربوا المدرسة اللي ورانا، في مدرسة الطبرية وفي مدرسة عبد الله الصيام،
كان فيها ناس مليانة ناس يعني نازحين خبطوا المدرسة، وكان يعني في شهداء كثير من ضمنهم يعني في استشهد طباخ استشهد، والطباخ برضه يعني مستشهد راسه يعني تفدخت كلها. شلنا هذا كله قدامكم انتم شفتوه؟ صحيح اه صحيح. شلناه من هنا ودفناه يعني في المدرسة هنا جنبينا، دفناه هنا وكان في اصابات كثير يعني وتعامل معهم، كان في فرقة طبية هنا تعاملوا معهم اصابات. هذه الاحداث كلها كانت خلال تواجد الاحتلال في نفس المكان؟ صحيح، كان قوات الاحتلال هنا يعني في نص الكتيبة مش بعاد عنا يعني، واحنا يعني يومين ثلاثة قشروا يعني الجرافات وهيك وطلعونا، وطلعنا من ورا شردنا احنا والناس، شردنا من ورا يعني شردنا هيك وانا طالعين. الاطفال كانوا موجودين معاكم؟ صحيح كانوا معنا. مين من الاطفال كانوا موجودين معاكم؟ هذه اخت ميار كانت معنا موجوده، شافت المشهد يعني اللي هناك. صحيح. لا بس اختها كانت معنا، في اخوات بس مش هين. يعني تفاصيل مروعه انتم شاهدتوها في, في 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 هذا المكان. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ الله يسعدك يا رب. الحمد لله على سلامتكم اول حاجه، كان الله في عونكم. شو اصعب موقف صار معاكم في اثناء توغل الاحتلال بهذاك الوقت؟ اول شيء كنا في المدرسه، ضربوا قذيفه انقطعت راس الزلمه، شفناه وعنا راسه مقطوعه، وبعدين اخذوه ودفنوه في المدرسه. بعدين طلعنا عن طريق الحلبات، اليهود طلقت علينا الكلاب المصرعه، كانت مدرع كثير في الصواريخ وكل شيء، وكنا شفنا كمان شهيد على قرنة الشام ما استحملناش فخرجنا الى المدرسه. وانتم ماشيين من عند دبابات من عند الحواجز اللي وضعتها الاحتلال اطلقوا عليكم الكلاب في نفس المكان؟ اه، واصلا الدبابه في بوزها كانت بتلف حوالينا وكبوا علينا رمل، يعني كبوا عليكم رمل. اه صاروا حب هذا في الدبابه يعملوا كبوا علينا رمل بالعندن، احنا خفنا يعني حنندفن في المكان، في الجوره كانت في جوره كبيره، وكانت واخذوا الناس الزلام لحاله والنساء لحال. فلما طلعنا احنا ما كانش معنا بابا وحملنا ولا اخوي الكبير، حملنا اغراض كتير وكان الله بعونهم، شفنا المدارس وهي بتنزل والبيوت في الكابش هذا الرافع. شو كنت بتفكر بهذا الوقت؟ يا بنموت يا بنعيش. هل قلت لما بتتذكري كل التفاصيل اللي صارت معك شو بتعملي؟ والله نفسيتي تعبت على الاخر يعني، وخفنا كثير يعني من هذا الصغار صاروا يصيحوا، وفي يعني يهود حكونا كانوا يطخنا واحنا ماشيين، كان الدبابات رايحين جايين واللي بيمشيش بسرعه بيطخوا، شفنا هيك يعني مناظر. اه كثير صعب يعني. شو لبسك انت؟ انه تخلص الحرب عليه بس باسرع وقت وما تتطورش اكثر من هيك. كان الله في عونكم، الحمد لله على سلامتكم مره ثانيه. يعني كما نتابع مشاهدينا الكرام، هي شهادات مروعه على الصراحه لجرائم قامت بها قوات الاحتلال، ارتكبتها قوات الاحتلال في واحده من الاف المناطق. نحن نتحدث عن منطقه واحده فقط في مدينه خان يونس في شهر فبراير، ولكن أثناء التوغل قوات الاحتلال كانت تتواجد في أكثر من منطقة. هذه شهادات تكشفت، وربما شهادات أخرى سيكشفها الزمن مع مرور الوقت. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علا أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، خان يونس فلسطين.